أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن واقع تسليم الحنطة للمزارعين والتحديات الذي تواجه هذا العام، وخاصة من خلال حرق مساحات واسعة في محافظة صلاح الدين وما يواجههم من تحديات من تسليم المحصول لسايلوات وزارة التجارة. تابعونا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. السلام عليكم. كلكم سواق؟ ايش قصرك واقفين هذا السنة؟ والله أنا صار لي قبل العيد بيوم ما وقفت. صار لك يعني 4 أيام؟ ايه. من اللي قال أنا صار لي أكثر من 3 أيام أنا واقف؟ أو جي أقرب سرايا وخوج جاي يمشون. خوج جاي يمشون؟ ايه والله. زين، أنت كيف تأخذ اليومية تأخير على الفلاح؟ والله احنا نطلع مقطوعة. ليش تطلع مقطوعة؟ مقطوعة ب 400-450 وخوج يمشون هنا ما شاء الله. يعني صار لك 4 أيام، يوم يلحقك صار ان شاء الله؟ بقوة الله. ان شاء الله. بقوة الله. لا والله تمشيات كل زين هنا بهاي السايلو. والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. والله صار لي تقريبا من يوم الجمعة يعني جيت هنا. اي. يعني 50؟ اي. قلت اخذ تأخير على الفلاح؟ 50. يومية 50؟ اي 50,000. اي من عدل الاجور او ويل الاجور؟ لا من عدل الاجور. جد اجور؟ اجور الطن ب 12,000. اي. ويوميه تاخير؟ اي 3 أيام تحسب للفلاح. 3 أيام للفلاح وانت اليوم قمت تحسب لعل. اي بالضبط. ورا 3 أيام عاد قمت تحسب على طول. يوميه 50 انت واقف هنا بس تاخير. اي بس تاخير. بس يعني للامانه هو سياره هوايه وسره نظامي وتسجيل امن وطني واستاذ ابو عدنان والسواق ودفتر، يعني الشغله طبيعيه. اولا هو السايلو، احنا نعذر السايلو صغير ما يستعمل هاي. بالضبط بالضبط بالضبط. ما يكون سايلو بهذا الحجم 400 سياره واقفه سره، هذه زحمه يفضها بيوم ويوم. اي صح. ايش قصر؟ هاي من يوم 19 واقف. 19 صار 19 صار لنا 8 أيام. صار 8 أيام او 9. نعم. ايش كثر تحسب تاخير على الفلاح؟ التاخير مالته 50. 50,000 يوميا. ايش قد تعطي للفلاح؟ يعني حتى الفلاح صار له 4 أيام، يعني 200,000 الفلاح يعطيك؟ اي نعم. ومن عدل الاجره اللي محدده على الطن. حاسب على الطن انا 15. 15,000. اي. قد الحمولة؟ الحمولة 48. يعني مو زحمة على الفلاح تضيف معلم، يعني ما شاء الله جورك غالية، نقل ماكو، راح تجي توقف 50,000 تأخير على الفلاح مو هواي؟ والله مو بدينا، يعني هو تسعيرة لكل السواق مو بس أني. هي لكل السواق استاذ، يعني كل أصحاب السيارات اليوم الثقيلة هيك كراويهم. يعني احنا العام كنا ناخذ العام الموسم المضى العطل 75 والطن 20، اليوم يعني الموسم مال السنه تسهيل امر يعني كثير عن العام. تسهيل اكثر احسن من العام. نعم. شكون كنت ديارات تفضل؟ بقيت اطول فتره العام بقيتها اطول فتره 4 أيام او 5 أيام. اي. يعني اقل من السنه. اقل من السنه نعم. اي بس السنه يعني سوء الاوضاع مال كورونا وسوء شلون نقول يعني السواق يعني نايمين بالسره، فاحنا نشكر استاذ عبد الوهاب ابو عدنان، نشكر الامن الوطني، السره نظامي. نتمنى انه تستمر بهذه الطريقه انه لا تكون. ليش واقفين ورا الكاميرات؟ تعال يمنا. الحمد لله والشكر، يعني نشكر الله ونحمده. التفريغ يعني الطب نفس اليوم بسهوله تفرغ والنتائج يعني ماشيه. اكو رفض لترفعون سيارات؟ عدد قليل جدا، عدد قليل جدا. اكو يعني نعم اكو رفض، بس شنو تطلع بيها اللي جالب؟ ترفض يعني تعدم الحنطه بالكامل، فاحنا يعني نشجع على هذا الشيء. نشكركم ورحمة الله والديكم. العفو استاذ العفو. أعزائي المشاهدين، نتواصل وياكم ونكمل برنامجنا هذا في صومعة أو سايلو تكريت. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن تسليم الحنطة في صومعة أو سايلو تكريت. السلام عليكم. عليكم السلام. خلينا نسولف اليوم، شنو المشاكل اللي تواجهكم؟ والله المشاكل اللي نواجهها أول شيء الخطط. الخطط ما سووها دمج. وحدة وحدة على كيفك، يعني ايش تقصد بالخطط؟ بالخطط أقصد أن جزأوا العقد. سووا مثل عندك 70، سووا 40، سووا 20. السايق أبو التريلا إذا جيب له الخطة 20 يقول له أنا أشيل 50، أطبب لك 20 بس آخذ أجرة منك كمان 50.
من 50 طن. هاي اثرت عليه. ايجار الطن؟ ايجار الطن 15000. 15000 ويحسبون عطل 75، اول يوم مو ما يحسبون، ثاني يوم يحسبون. يعني هسه يحسبون يوميا 75 يوميا يحسبون. يبقى واقف خمس ايام، 10 ايام يحسب 5، 10 ايام 750. 750 يحسب. 750000 يحسب. هاي من عدد الاجرة مالته. من عدد الاجرة مالته، الاجرة مالته اذا تكون الخطة 20 يقول لك اخذ اجرة من 50. من عندك اخذ من عندك اجرة هم 750 والعطل 750، هاي مليون ونص. زين هذا الفلاح منين يجي؟ شلون استلام الحنطة؟ استلام الحنطة زين مو بالسايلو. شغلة مو السايلو ما له علاقة، تعي استلم. الخطة يقول لك جايب 20 انطيك مال 20، جايب 50 انطيك مال 50، انا مالي علاقة. زين انا عندي خطة 20، 20 دونم، مو 20 دونم لون 20 طن. 20 طن. زين وطلع الناتج 35 30 طن. الشيل له 15 تطلعه برا. ترد تحملها توزنها وتذبها برا. مسموح 10%، يعني ال 20 بها سماح طنين. فوق الطنين الشيلها وتطلعها برا. يعني أنا زارع زرعة والله بارك فيها وصار جابت حاصل، أنت عاد لي خطة 20 طن والله بارك فيها سواها رب تعالي. يقول لك روح جيب شيل المتبقي طلعه برا وروح جيب خطة إنه وجيبها. صحيح نعم. هذا التأثير، فنرجو السنة تيجي يسوي لنا يا دمج. السنة مشت بس السنة المقبلة إن شاء الله إذا الله خلانا من أهل الدنيا هل يحس يسوي لنا يا دمج، هاي اللي نريده. ندعم الفلاح، ندعم الفلاح والله. هاي احنا اللي هاي كلها موجوده، وهم جابوا شعبه الزراعه جايد يسوي دمج، قالوا له الوقت متاخر، انت المفروض من البدايه تسويها دمج، وقت متاخر. والسايق هسه اشيل 20 يقول له انا اخذ مال 50، ترى ما تشيل 50. الحاصل احسن لو العام؟ لا العام احسن. ليش العام ايش قد جبت؟ العام انا تقطع عند المرشه 85 90، السنه قطعت 45. هاي مو السبب يعني الزراعه، الجو صارت ضريبه ما برد. ايه مو صوش ايه اثر البرد. يعني السنه الحاصل اقل؟ اقل قل نص. انا العام زرعت مرشه 6 ابراج 140 طن، 140 قطعات، السنه 120. اي 120. يعني شنو المشاكل اللي تواجهكم هسه هنا بهاي الصومعه؟ هسه بالصومعه ماكو كل مشكله. ماكو اي مشكله. كل مشكله ماكو عندنا بالصومعه، بس انه السائق تاع يحسب عليه 75. هسه المشكله مشكله انه محددين بتسليم. ذي من السائل بس يسرع لنا بالاستلام حتى ما ياثر على الفلاح، السائق حسب 75، بس اذا سرع الاستلام لا. حتى مثل بدل ما 10 ايام يومين انا افر. شكرا. بدل ما ادفع لك 750 ادفع. ويا اخوي هذا اليوم انتم شنو المشكله اذا تواجهت؟ انت هنا واقف ايش صار لك واقف؟ والله 8 ايام صار لي. 8 ايام. اكو حنطه دت الرفض بالثمان كيس. نعم اي اكو حنطه الرفض. ايش قد نسبه السيارات اللي دت الرفض؟ والله تقريبا 5%. اي 5%. 5%. اي اي والله 5%. اي يعني كل يوم كل 100 سياره دت الرفض 5 سيارات. بالضبط. بالضبط. احسن لو العام اياهم اكثر يعني. يعني اكو سلبيات واكو ايجابيات. لا السنه اقل يعني الرفض. اي بالضبط. زين شنو المشاكل اللي تواجهكم كفلاح اليوم اريد احصل هذا الناتج؟ نفس الحكي عمي، نفس ماكو اي مشكله، مشكلتنا بس على الخطط. اي دمج سليم. دمج ان شاء الله. يكون الفلاح بخطه يعني ما اعرف هو ما بيد ابو شعبه الزراعه بالبدايه السماد والبذور ما تكفي، ينطوك كميه كامله. فسووها 50%، وراها قالوا جتنا كمية تعال سووا النوب 50%، سوينا ملحق فجزؤوها للخطة، صارت ملحق بها مو صارت دمج. هاي اللي أثرت. هاي المشكلة. هاي المشكلة يعني احنا نريد دمج. لو فلاح. لا فلاح. لا فلاح. شلون الزرع السنة؟ والله زين الحمد لله. خوش ناتج. ايه خوش. زرعين بس حنطة لو اكو زرع اخر؟ لا لا بس حنطة. بس حنطة زرع. ايه. ورقي وبطيخ همين. اها. ايه همين رقي وبطيخ. ايه عندنا. والله مو شي والله. الاسعار بشكل عام شلون هسه؟ يعني السائل وغير؟ الحنطة الرقي. لا لا ما شاء الله زين. 560 تسعير الحنطة. الدرجة الأولى. الأولى. إيه. كم درجة يستلمون منكم؟ ثلاث درجات. ثلاث درجات. إيه نعم. أولى وثانية وثالثة. أولى. أولى بيش الثانية بيش الثالثة. 560 480 420. هاي اثرت عليكم هاي الخطه انه يحسبوا؟ اي والله بس الخطه اثرت علينا. عندك فائض؟ لا ما عندك فائض. من الموسم انت؟ بالموسم؟ عندي فائض اشتري، مجبور اشتري خطط، مجبور اشتري، لان انا اذا عندي مثلا 50 وخطه 20 هاي 3 واحد يبها بالشهر، واحد ادور لفلاح عنده زياده بالخطه واشتريها منه. ما عنده ما عنده ما عنده حاصل، اشتريها منه بفلوس، لان وين اودي حاصلي يعني. انا؟
هو احنا بس هاي ومو سبب شعبه الزراعه، شعبه الزراعه انه انطوها الكميه ما تكفي. خليك وياي، ليش مو شعب الزراعه؟ الزراعه اليوم، الزراعه اليوم مو بالامكان تعد لك بالخطه تقول هذا الفلاح مثمر ومنتج السنه الماضيه صدر لي 150 طن، السنه نعطيه 150. 150 وزاره الزراعه متجهزه، متجهزه من بذور وسماد، فجهز 50%. بعدين ورا ما زرعنا قالوا يابا جتنا كميات، انطوا لي الفلاح انه ب 50%، انا الزرع طالي وين اوديها؟ وين اوديها؟ كله كامل الزرع. وين اوديها؟ ورا ما طلع الزرع. ورا ما طلع، وين اوديها؟ هو مو سبب شعبة الزراعة، تجهيز من وزارة الزراعة، يعني ما جهزوا كميات، ما جهزوا كميات كافية. اكو مشكلة، هي ما طول اكو صار عمل مشترك بين وزارتين، معناتها اكو مشكلة معقدة. يعني أنت اليوم سلمت هسه على سبيل المثال عنطار، تضمن فلوسك تستلم بعد شهر 20؟ نضمن. ما راح لنا شيء، ما راح لنا شيء. هو أنت تضمن بس العام تأخرت. العام ما يخالف تأخير بس مضمونة. أكيد مضمونة. إيه مضمونة. مضمونة. بس تريد هسه السنة لحد الآن ماكو كل شيء فلوس. لحد الآن العام من سلمنا، بعد ما سلمنا كان موجود رصيد. السنة هسه يمكن صار لنا إحنا أسبوعين ماكو لحد الآن رصيد ولا أدري. بس يريدهم يطلقون المبالغ حتى شوي يشيل الفلاح. الفلاح تأدى. مطلوب كثير، مطلوبين كثير على. نعم كلها مطلوبين. على شنو مطلوبين؟ مطلوبين على الحنطة وعلى الكراب وعلى الحصاد وعلى القاع والغاز. نعم نعم كلها مطلوبات. ابو الدراسة عصك، الكهرباء عصك، كل شيء عصك. ننتظر بس عادين بلكي يطلقون المبالغ، اريدوا يساعدونا به. بس هاي مساعدتهم اريد. والله هي دعوه، يعني هي دعوه لوزاره التجاره. نعم. فعلا يعني انه تسرع بصرف مستحقات المزارعين. اليوم العام المزارع يقول لك انا سلمت قبل ما سلمت، هو اكو رصيد. نعم. العام اكو رصيد بالبنوك، انه انا مأمن اكو رصيد. اليوم انا لحد الان اسبوعين من تستلم الدوله تستلم حنطه، ولحد الان لم يصل رصيد الى محافظه صلاح الدين. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى. أردنا ننوه على مشكلة الرئيسية وهي أساس المشكلة في جميع السايلوات، أنه وزارة التجارة عزة تسوي قبانين أو ميزانين، يسموها بمصطلحهم عزة، أنه سايل هذا قبان واحد أكثر من 400 سيارة يوميا هسه واقفة بالسرة على قبان واحد، وكل سيارة تأخذ وقت بالتحمل، تدخل للقبان أثناء التحميل توزن، ومن ترجع فارغة توزن. يعني معظم الوقت والتأخير اللي يعاني منه المواطن هو الفحص المختبري، وهذا هالقبان هذا اللي عزت عنه وزارة التجارة تسوي قبانين بكل سايلو. وهاي المشكلة اللي تواجه الفلاح صار لها سنوات، لم تفكر ولم تحاول وزارة التجارة انه تسوي قبانين من اجل تخفيف الضغط عن الفلاح. تواصل وياكم ونكمل جولتنا هذه. أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن تسليم محصول الحنطة إلى صومعة تكريت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو مشكلتكم كسواق؟ تقول لي صارت 13 يوم وتقول احنا من البداية. أحب أشكر قناة سامباء اللي هي وصلتنا الوحيدة اللي وصلتنا وتنقل معاناتنا. والله العظيم صار لنا 13 يوم واللي 10 أيام لحد الآن، عندك فلوس ستة أوراق الطب السايل وما عندك، نايمين جوا السيارات، حتى عيد ما عايدنا اهلنا، نايمين صار لنا 13 يوم هنا بالسايلو، ما حد ينقل معنا. طبعا المدير يطردنا، المدير يقول اصيح للجيش يطلعكم برا فدنا، ما تطبون السايلو خلاص. هسه التقينا باصدقائكم سواق، قالوا عمليه سهله وسلسه ونطب ببساطه. استاذي العزيز، هذول مو سواق، هذول تجار. السايلو هنا مشتريته التجار، الباحة جاء المدير العام ما خلونا نلتقي به، المدير العام ما خلونا نلتقي به الجيش في سبيل ما ننقل له معاناتنا. هنا هذول تجار، التاجر ينطي 10 اوراق اي طب، احنا ما عندنا فلوس ننطي، يبدون منا 10 اوراق ما عندنا، نايمين صار لنا 13 يوم. احنا معاني عندي سكس شايل 15 طن حنطه، ما يقبل يطببوني، صار لي 10 ايام نايم هنا. واللي ما اخذ هي مقطوعه، اخذتها ب 450 الف مقطوعه من الفلاح، وصار لي 10 ايام. شنو فايدتي؟ صارت 10 ايام ب 350 الف ماخذها مقطوعه. يعني هذه هديه على الفلاح وعليكم. على الفلاح وعلينا. هسه انت قلت تدفع فلوس الطب. تدفع 10 اوراق عتره الى الطب قبل، ما تلزم سبه خلاص، هذا السبه كله، هذا نصه كلك. نص السرى منها كله كلك، اما احنا هذا السرى نايم صار له 13 يوم، ايش قد صار لك انت؟ والله 11 يوم بايتنا. هذا عنده سواق قلاب صار له؟ والله 11 يوم. كم طن محمل؟ والله محمل تقريبا 20 جو 20 هيك. 20 ايوه.
صار لك 20؟ والله صار لي 11 يوم، لا راح للبيت وانا اهلي بالتاجي، لا راح معايد وماشي، وجو السيارات نايم بالحر، تنطي فلوس. اي والله تنطي فلوس الطوب، ما تنطي فلوس. احب اناشد ابو غابه، واحب اناشد النزاهه، تجي تشوف حالنا هنا، تجي تلتقي بالسواق، مو تطب جوا على المدير ينقل له غير صوره، يلوم للتجار يحكون بان هم السواق وهم فلح. احنا هسه شوف كنا جوا السواق قالوا عمليه سلسه 60 سياره. هذول مو السواق، هذول التجار، احنا ما يخلونا نطب جوا، هنا بالباب يطردونا، ما يخلونا نطب جوا، طبعا المدير يطردنا، هاي السواق كل السواق، ايش قد صار لك انت؟ صار 12 يوم. منين جاي انت؟ من بغداد. من بغداد. احنا محافظات. حاصل بين محمله. محمله؟ من الجزيره. من الجزيره من تكريت. من عمان العمامية. احنا محافظات انبار وبغداد وموصل. يعني استاذ صار لي 10 ايام 11 يوم وال 15 يوم. يعني بهاي الشمس الحارقه جو اللوري وين بيا دوله بيا اسلام حتى فلوس يعني خلصنا حتى فلوس خلصنا هنا صار لنا بيهم صار له 13 يوم انا صار لي 10 ايام هذا صار له 11 يوم هذا صار له 13 يوم احب اناشد المحافظ ايضا احب اناشد المحافظ يجي لنا ويزورنا ويشوف السايلو مال تكريت الدعوه للمحافظ موجهه للاستاذ المحافظ صلاح الدين يجي يشوفنا ينقل معاناتنا يشوف المدير شنو المشكله ليش التجار ينطون 10 باقي ويطبون احنا بالنسبه لنا ما عندنا فلوس ننطي شنو السبب ننطي فلوس وين النزاهه النزاهه وين هنا بالموضوع نزاهه ماكو رقابه ماكو رقابه جاء المدير العام ما خلونا حتى ندخل عليه ما خلونا نشوفه هسه واصل للديوم واصل للديوم المدير دا يقول اكثر من 400 سياره بالساعه صح بس ما يمشيين ال 400 سياره شوف السارة منا هسه انت تطلع السارة مال التجار منا ينطون 10 باقي يطب قبل ما يلزم سارة يطب الليل الصبح يطب شنو المشكله اليوم؟ فعلا اكو هيك شيء؟ هذا شيء موجود، احنا صار لنا 12 يوم هنا نايمين، انا محمد 35 طن ونايم جوا السياره. الحموله مأجر انت؟ مأجر انا نعم. ايش قد تاخذ؟ والله انا عندي نساف، اخذتها مقطوعه ب 350,000، وهاي اليوم صار 12 يوم انا نايم جوا السياره. قلنا لهم يا بدي قلنا قوائم حتى نعرف سرانا، ماكو روح احنا نجيكم. هسه قوائم خلي تقول لنا كلمه حتى كل من يعرف سرانا. السرا هسه ماكو هسه انت ما تعرف سرانا. لا ما اعرف سراي. ما نعرف سرانا. انا سراي ما اعرفه. ما يخلونا حد يقدر يشوف سرا ما يخلونا ما تعرف سرا لا ما نعرفه زين هسه انت صار لك 13 يوم ما تقدمت متر لو يوميه متر ما نفس المكان نظل نروح عليهم يطردونا ولا ما يروح يطردونا نقول لهم عمي شافونا اسامينا ما يقبلون يطردونا مسجل سرا مسجلين سرا بس ما يخلونا نشوفه اريد نعرف سرانا وين عمود يضمن حقنا ما يخلونا السرا اكو تلاعب بالاوراق الاوراق اللي نسجلها احنا ياخذونها يضمونها ينطق قوائم غير قوائم ما موجوده اصلا بالسرا تطلع من هذا السرا وتطب للسايلو والله هذه مشكله استاذ تروح تسوي نعم نعم والله هسه انا ما قدمت صار لي 15 يوم ما قدمت له شبر وين واقف واقف يم البلديه محمل من تكريت من اي ايش قد محمل الحموله مالتك 45 طن 45 اي والفلاح ايش قد الاجر عليه الاجر اخذ عطل 15 وباليوم 75 75 يوم تاخير اي صار لك كم يوم تنطي الفلاح؟ الفلاح منطي يوم تفريغ ويوم تحميل الفلاح والباقي احسبها لي ايش تحسبها لك؟ 75,000 باليوم يعني صار لك 10 ايام 11 يوم 15 يوم 15 يوم صار لك اي والله يعني وجهك والمليون راح تقص من الفلاح اها الفلاح انت هسه الفلاح يقول انا خسرت الفلاح هنا يتعذب هذا الموضوع، الفلاح يحسبون عطله يطبع له عليه 50,000 باليوم، هذا هو 15 يوم ما طاب للسايلو، ايش قد راح تطلع كابوته فوق المليون ونص، هو المستفاد شنو الفلاح دا يتعب هم دا يتعب ويجي شو اسمه يعني الفلاح اذا يعني معناته ثلاث طنون رايحه اذا كان درجه اولى لكم بس يجرنا اي نعم نعم اي والله الفلاح تعذب الحين هسه فلاح يعني يقول ما اقدر اشتري بطاقه متاذين السائق والفلاح استاذ العزيز السائل مبيوع للتجار اي والله للتجار اي شويه اثبت لي شو السائل مبيوع للتجار انا اقول لك من يكتب البطايق كتب تاجر فلان الى 10 بطايق تاجر فلان الى 5 بطايق ما علي بالفلاح الفلاح مجبور يروح يشتري بطاقه هاي رساله المحافظ صلاح الدين محافظ صلاح الدين واشتكيت المحافظ تسمع الناس واشتكيت النزاهه جبت النزاهه سلمتهم 25 سياره جوا ضربا سياره للتجار وسدوا الباب قال بعد ما نطب ورا ساعتين زمان وفكوا الحصار عليهم وفرقوا السيارات جبت النزاهه بشهود النزاهه وبشهود رئيس الاتحاد واستاذ اسماعيل هلوب خابر عن النزاهه وجو بعيونهم شافوا البوق النزاهه بعيونهم قالوا بيد هي شغلة انه يدفع ويطب يدفع ويطب هذا سالم مبيوع للتجار التاجر منطي للمدير 80 مليون 90 مليون ما له علاقه الموسم كله تطب له سياره صافيه مصفايه
ما له علاقه، لازم تجيب بطاقه. ما يلزم السنه لا تجي علي تقول له انطيت فلوس، يقول طبعا ما انطيت فلوس. شلون ما انطيت فلوس؟ هو منطيه المقدم. اللي ينطي ما يقول انطيت. طبعا انا البارحه لاقيت ويا عامل واقف على عينه من وراء عبن، تلاقيت ويا طلعها ثانيه ودرجه اولى هي الحب مالتي، وشرط اجيبه والمختبر الطب اذا موجود الحب، وما فرغتها لان طلعها الثانيه. اتحدى سياره الطب ما فرغتها ولا فرغتها، موجوده برا مودع التجار. يعني هذا حكي ما يصير. يعني اليوم هو انت جيت فرغتها درجه ولا لانه ايه؟ حاجيت ويا بالمختبر ايه؟ واكو عامل 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 مو بالعين، عامل مجرد هو عامل مجرد عامل هو جيت حداني يقول لي ما خليك الطب السالي تفرغ. شنو السالي مال ابوه؟ هو يطرح للعالمين يقول ايش حاجه هذا؟ هذا هذا الموظف دحيق يقول حاكي تعجل بس حاكي هذا موظف تو يطلع. سمعت انت؟ ماكو شيء حد لا متى يعني الموظف يقول لك يقول لك هذا بس حاكي الموظف هسه يوقف منا يعني الموظف وين الموظف؟ طلع ادري بيه طلع. يا موظف اذا انت تقول بس حكي تعال وضح للناس، قول لهم يا ترى ماكو شيء حكي، ترى السايلو الصومعه نزيهه ما بيها بيع ما بيها بيع سرى. والله بيوم الجمعة بيوم الجمعة قضبنا قضب يم المدير، جاء واحد من التجار قاعد يم قال زعلان علي، قال شو تريد يرضيك؟ شال البطايق وانطاه ودخل ارقام السيارات نهار الجمعة. هاي الجمعة المضي صار لنا 13 يوم كتب له 10 بطايق صار 11 يوم 11 يوم ولا يطب النوب اهم 15 يوم ولا نعرف ولا يطب النوب ترى انا ما اعرف انك بالله ما يطب النوب. جاء ابو عم من الوطني البارحه خلف الله عليه مشانا نهارا على السيارة مضبوط، اليوم ما جاء اليوم كنسلوه اشتكوا عليه وراح. تدري عندنا حكايه اريد احكيها بس خجلان من عندك، يعني اكثر سواق تقول حتى ابو الاذاعه من يجي يصور يقول ياخذ وفي سبيل من يطلع من يطلع ما ينشر. اول فقره والدليل احنا جايين يمكم. اسمع اسمع مني ايش كلام. السواق قالهم جي قبل فتره واحد صور قال واخذ مبلغ وقالهم حتى الكاميرا اذا تريدونها فيها مال له. يعني احنا ما نسمع بدانا نسمع بس والله ما يصير يا حاج والله. طبعا هاي نقل صوره سيئه للاعلاميين، ويا ريت نعرف الاعلامي اللي اجى ومالته. بالله عتبنا على الاعلام ولا بالله اترك كلها تاركينها بس اعلام ليش؟ يعني ما يصال ما حد يسمعه ما حد يشوفه شنو صار. بس اريد اعرف مو مسلمين احنا؟ والله ما جرت ولا صارت بكل دول العالم. يعني ما صارت خلاص حتى بالدول المحتله بالدول ما يصير هيك كلام. يعني انتم تشوفون بعيونكم تسمعون انتم اهل الاعلام ليش؟ بغداد شنو اللي سويته اللي جنب بغداد؟ جابونا شرطه والاسوات ابتعد السواق كل مع سيارته ما خلاه واحد هنا يقرب الا طلعت اللجنه رجعنا. اللجنة ما جت من بغداد طبت جوا ما خلاص حد يقصد. مدير عام جاي من بغداد من وزارة التجارة، يعني جيت شفت السايلو ووجهت توسيع شوي لو عن ما السايلو، التقي بالناس شوف معاناة الناس شلون. يعني هذه كارثة. يعني لما يجي الفلاح تحسب عليه يجور نقل سيارة مليون ونص، ليش هو بيش يريد يبيع حتى تحسب عليه سيارة مليون ونص؟ بس الفرق التأخير من على التأجير. أغلب الفلاح باعها للتجار من ضيم السايلو، باعها للتاجر كسرها ب 400 ب 350 أخي في سبيل ما ينطي جواب نقل هالقد، يعني أقل شيء ياخذ منه مليون ونص جواب النقل. أما المدير الباحة جيه ما خلونا حتى نصل الجيش ولا شو اسمه طب دولة السواق وطب هو للمدير مال السايلو ما خلونا حتى نصل ولا ناجدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله صار لي هذا يوم العاشر. عاشر؟ اي والله. ايش قد صار من انفتح السايلو؟ كم يوم صار من انفتح؟ والله انفتح تقريبا صار له 17 يوم 18 يوم اي 13 يوم 14 يوم. نعم ايوه 14 يوم وكل هذه الزحمه صار على ايوه والله. هاي قبل العيد محملين احنا تقريبا 5 ايام وجي العيد وراح العيد وهسه بعدنا محملين طول الوقت. وهسه يقولون لنا سجلناكم وهسه يقولون لا اخذوا ورقه انه بالعيد سراكم مسجله جديد. المشكله هذه اي والله مشكله. يعني 13 14 يوم الناس واقفه يسجل سرى من جديد. اي والله شو تسوي؟ هسه الاوراق راحن الاوراق ما ليش راحن الاوراق سجلت الناس تحكي تعال اللي جاي الناس تحكي يقول اللي يدفع يطب سجل. اي صحيح اي والله ترى له 10 اوراق والله هذا الكلام ترى بدون ما اي والله 10 اوراق ترى له والتيك 5 اوراق وهسه الاوراق سجلوها كلهم بالبدايه. يعني احنا بالبدايه باول وجبه وهسه الاوراق راح لازم مصعب راح وقام يسجلون من جديد بلشوا من غادي. يعني راح يرجعوننا احنا بالبدايه هاي سياراتنا بالبدايه قدام الباب. وين سيارتكم؟ هاي سيارتكم؟ هاي سياراتنا وهسه بلشوا من غادي بالاخير. مو هذا السر ليش واقفين هنا؟ مو هاي هو بالبنايه يفرق يسجلون السره ويرجع من هنا يطب بالباب.
اي سرق ترايلات منا. صار له 9 ايام. ها؟ 9 ايام. 9 ايام. منين محمل الفندق؟ من يم مطعم نينوى. من العلوة. هنا مال كل هالي حلوه. اي مال تاجر. مال تاجر. هاي الفلاح مال اخوي حسان حسيت من قلابات كل الشيلات اللي 15 طن واللي 10 طنون ويقول لك الزم حالك حال تريله. التريله هو ايش قد شايل 50 طن مدري 60 طن. ما يضل 5 دقائق. اي واحنا كل يعني انا محمد صار اليوم 9 ايام. ايه اكو فقره انه ناس تدفع الخوف. والله نسمع اكو ناس. ايه اكو ناس قاعد تطب. اكو ناس تجي تشوفوا. ايه قاعد تجي تطب. يا اكو ناس تطب. ياخذون عليه 10 ورقات وكل ياخذ عليه 3 ورقات كله فلوس. بس قولوا لي منو ذا اللي ياخذ؟ الاجهزه الامنيه لو ابو سعد؟ لا والله الموظفين الجو الموظفين. على فكرة ناس يجي اليوم ثاني يوم طبقنا صار 10 ايام واقف. والله احنا صار لنا اليوم 9 ايام محمل واقف وباكر يجوز له طب له ما طب. شكرا لله حياك. اعزائي المشاهدين نتواصل وياكم نكمل برنامجنا هذا في صومعة تكريت. اعزائي المشاهدين عندنا لكم مره اخرى وبرنامج أصداء الشارع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتو سواق فلح شنو انتو؟ لا سواق. سواق. ايه. ايش قصه لك مده؟ صار له 15 يوم ولا 14 يوم واقل واحد 10 ايام صار له. سواق قلابات مو تريلات. 15 يوم. ايه. يعني المفروض تكون سياره هو يقول ندخل يوميا من 60 الى 70. يعني المفروض هسه ما ظل ولا سياره واقفه. مدير يقول ندخل يوميا 40 سياره 50 لا 60 لا 70 سياره. صحيح؟ يطبب كيات، يطبب ترايلات منها وتجي على الرون، صحيح يطبب. اي شغله التجار هاي، هسه القلابات ليش ما يطببوها؟ يلا هذا قلاب شايل 10 طن، ذاك ابو 15 طن، ما يطببه، ما يستفاد من وراه، فما يطببه ويقول لك انا ما اطبب، قلابات ما اطببها، وسايلوات العراق كله القلاب ما يلزم سرعه اصلا. اي التيح عليه بعد. القلاب وين ما تروح ما يقف. روح اسال السايلوات كلها القلاب يقف لان القلاب تفريغه اسهل من السياره الكيه ما يقف. المدير يقول لك انا ما اطبب قلابات. شنو القصه ليش ما يطبب؟ ما هذا ما يستفادون منه. شايله لها هاي هسه تروح تشوفها 7 طنون 7 طنون شايله 8 طنون يعني اكثر يعني اكو 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 قانون ممنوع السيارات الصغيره تدخل؟ هذا القانون بس هنا يم المدير هذا بس مدير السايل هنا بس هو هذا القانون عنده ما عاد هاي السائلات مال العراق كلها ما بيها. ايه ما نستفاد منه. ما تستفاد منه. هسه تروح تجيب قلابات الله وكيلك هسه تروح تلمهم وهاي حوائل كلهم وشوفوا هناك قلابات وصل لل 20 يوم. 20 يوم؟ لل 20 يوم وصل يجي يسجل ورقه من يسجل الورقه يروح ثاني يوم يلقى مشققها ماكو. دول جماعة القولات هم السيارات القلاب لو قلنا ما تدخل قلنا روح ما تدخل لو قلنا القلاب هسه اسوي له سرب بحت هن الواقفات كلهن تدري كم قلابه واقفه الواقفات كلهن هسه اذا تريد تحسبهن جوز بين ما بين 30 ما بين 30 قلابه وصار لهذا 11 يوم ذاك ابو 20 يوم ابو 18 يوم شنو ذنب هالعالم؟ والله المدير ما يقبل يطببهن وسوى فضل المدير عوز سوى فضل على اهل القلابات كل 3 ايام 4 يطبب له 10 11 10 9 هاي اللي يطببهن واذا ما طلع بطايق مال القلابات يرد يفرها على التريلات هذا اللي عندنا اللي بسايل تكريت ما يستفاد التسايق قد محمل؟ محمل 40 طن 40 طن ايش صار لك بس؟ صار لي اليوم 17 يوم 17 يوم ومسجل سايلو صار له 13 يوم وانفتح او قبل ان فتح السايلو انا هنا موجود ياكو عم موجود. عالم لحد الان سجلت شققوا الورقه سجلت النوب شققوا الورقه هسه انا تابعت السيره مالتي بالقامل 22 وهسه انا ما ادري شلون طببوني وداخل السابعه وهذا ويا صار له 13 يوم هذا احمد تعال احمد هذه يعني كلكم على هاي المعاناه كلي على هاي المعاناه انتوا ولا التريلات لو بس ولا اللوريات هم انا ما يطب قلابات ما يطب يوميه 5 سيارات ما يطببون احنا هذا الحشي كله راح نروح للمدير ونقول له اكو رشوه اي اخو اي اكو هاي البراقه يشترونها ب 10 ورقات الطب الله وكيلك ب 10 ورقات ذاك اليوم جابوا النزاهه خوش سحبوا من راحت النزاهه قاموا يطببون البطاقه ب 10 ورقات اي والله العظيم البارحه خابرني واحد قال لي تشتري بطاقه طب ب 4 ورقات
وعنده رغمه، قال عندي بطايق اربع بطايق تشتري خابره الفلاح، يقول لي انا راح احسب عطل وانطي اربع ورقات البطاقه، وبعدين تطلع ثاني مدري تطلع رفض ما اشترى، وهسه انا قاعد هنا شين ذنبي؟ صار لي 15 يوم. اي والله حتى راح حتى العيد ما رحنا عايدنا اهلنا. اي والله بالعيد ما رحنا لاهلنا، الله شاهد. دور بيه عداله، دور بيه فلوس. اي دور بيه فلوس، تعال دور عليه فلوس. اي لا تدور بيه عداله. والله هذه بامانه رسالتكم راح توصل، رسالتكم راح توصل وما ينقطع منها ان شاء الله ولا ثانيه. وهذه مناشده المحافظ صلاح الدين اولا باعتباره رئيس الوحده الاداريه وزاره تابعه لوزاره التجاره، ضمن دوارك هذه وضعيتها بمحافظه صلاح الدين. هسه عندك السايل مال الشرقاط قلابات، العفو مال الحجاج ما تقفي قلابات، ما تقفي وين ما تروح القلابات ما تقف. يعني هسه اذا اروح اجيب لك هسه السواق متكونين على التسجيل هناك، صارت حتى بالتوافي روح شوف لهم هناك 20 يوم صار له، والله 20 يوم ولا داخل السايلو، يجي اسمه ويرد يتشقق. هسه ذن انت تجي حق صار لك والله 12 يوم استاذ، 12 يوم يلا شو تسوي استاذ؟ انا حتى الحكي حكينا على القلابات، بعد لو بيهم مجال يمكن بيهم مجال يطببون هسه بعد انتهت، والله بعد ما يطببون. ما صراحه اروح عليها، ها صراحه على المدير ونحكي وياه ولا شنو شنو مشكله القلابات اليوم هاي وياه؟ اي والله مش شارب استاذ، لان تعبنا احنا محافظات من بغداد وقلابات وهاي الشمس الحاره ملينا تعبنا. والله العظيم شو تسوي بعد؟ طبعا هذه المشاكل والهموم راح نحملها لمدير السايلو حقيقة، مدير صومعة التكريت راح نرجع له نوصل له رسالة انه ماكو عدالة بالسرة، اكو هنالك تلاعب، هنالك حقيقة، هنالك رشاوة اللي يدفعها السائق او الفلاح حتى في سبيل يدخل للسايلو. هذا الحكي كله راح ننقله، وهي دعوة لمحافظ صلاح الدين، دعوة لمحافظ صلاح الدين بما انه اكثر الدوائر هي معطلة ماكو دوام باستثناء الدوائر الخدمية والصحية. اتصور تحتاج تواجدك هنا في محافظة صلاح الدين وتحديدا وانا على يقين هذه المشكلة ليست في سايلو تكريت لوحده، هذه المشكلة عامة في عموم سايلوات محافظة صلاح الدين، وكل سنة كل سنة هذا اللغط يدار حول الصومعات، حول مراكز استلام الحبوب. هذه مشكلة كبيرة جدا، املنا كل الامل ان نقف في مرة واحدة. السنة احنا اختلف ظرف استثنائي، السنة كل سنة مشغولين يمكن نكون بكل الدوائر، السنة ماكو دوام دوائر باستثناء التربية والصحة والداخلية وكل واحد مسؤول على دائرته. دعوة لمحافظ صلاح الدين هو الحضور إلى سايلو تكريت، راح ننقل هذه الهموم والمشاكل ننقلها إلى مدير سايلو تكريت، وكنا على أمل أنه نلتقي مدير عام دائرة الحبوب في محافظة صلاح الدين، ولكن مع الأسف كان عند التزام خارج مدينة تكريت. تابعونا. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن صومعة تكريت أو سايلو تكريت. السلام عليكم أستاذ عبد الوهاب. بضيافتنا أستاذ عبد الوهاب عدنان مدير صومعة تكريت. السلام عليكم. عليكم السلام. احكي لي عن صومعة، قد استيعابها، القدرة الاستيعابية مالتها؟ القدرة الاستيعابية من 30 إلى 36 ألف طن نستوعب احنا. قبط يمكن؟ يعني اكو عندنا بعض البناكر، البارحه جاء السيد المدير العام ووجه انه اذا تضايقون تفتحون ساحات معقمه كامله وباشراف المسؤول المختبر عليها حتى تكون جاهزه للاستلام للفلاح. عدد الاستلام اليوم كم سياره تستلم اليوم؟ من 60 الى 70 سياره. 70 سياره؟ نعم. زين، بحاله انه السايلو مالكم يا سنه اولا انشاء السايلو هذا بالثمانينات؟ بالسبعينات. بالسبعينات. نعم. اليوم هذا السايلو يستوعب هاي الاعداد مال السيارات؟ حتى اذا وسعتوه يمكن ما راح. احنا دائما تسعفنا وزاره التجاره، الشركه العامه لتجاره الحبوب باشراف السيد المدير العام، تسعفنا دائما بنص التسويق، اول بدايه التسويق من تكون عندنا زخم ونسحب هواي وننطي مواقف يوميه عدد السيارات والاطنان اللي مستلميها. فمن الصير الزخم قوي يجيبونا مناقلة ناقل إلى محافظة ما بيها حنطة وتستهلك استهلاك قوي للحنطة للمطاحن. نعم. غالبا يا محافظة تتعاملون أكثر شيء؟ على كل المحافظات الجنوبية من بغداد إلى البصرة. طيب اليوم مشكلة إذا أريد نسرع
400 سيارة واقفة برا، فلاح يشكي 10 أيام و15 يوم هو واقف بالسرع. اليوم إذا أريد نسرع ونخلص من هذه الآلية، شنو الإجراء اللي تحتاجه أنت حتى تخلص من هذا الروتين؟ احنا دائما الطابور بمشاكل السواقين يعني خارج الـ خارج السياج، يعني ممكن انه كلهم في الاقرباء من الموصل من الرماد يجون السيارات حتى ينقلون الفلاح، انه تدري هو موسم فكلها يعني رزق على الله. نعم، ف يعني نوبات تصير بعض المشاكل من قبل السواقين، ما عندنا احنا اليوقف دائما بالشارع الخدمي منا للفوج نحاول نسجله من واحد الى 70 سياره، ويوميا تدخل هذه الاعداد. الرقم انت يعني سراك يومي ما عندك السره مثل مفتوح لمده اسبوع، اليوم اني عندي 70 سياره راح اسجل بس ال70. نعم، احنا زارونا دائره النزاهه زيارة مفاجئة وشافوا الهدوء، بس اشتكوا أحد السواقين قالوا أكو ضرب سرب بيناتنا، هذا ابن عمو يظل واقف لما يجي ذاك يطب مكانه بالمساء بالهذا. فحصينا السيارات كلها لحد 20 تسلسل، يعني 20 قائمة، كل قائمة 30 يوميا دمشي قائمتين من عندها. نعم، الوقف الطابور هسه عندك فكره ايش قد عدد السيارات اللي واقفه برا؟ 225 او 235 سياره حاليا وبالتزايد. مشكله اللوريات الصغيره يسموها تكمو، تك الصغير. نعم، احنا الكيه والقلاب الصغير يوم الثلاثاء محددوا له موعد، اللي يجي بغير يوم هذا يوم التريلات، لان ابو التريله من يجيب احمال كبيره يعني يوم معين. اي يوم معين كل ثلاثاء. نعم. طيب، ونوبات نشوف الحالات الإنسانية، إذا واحد تمرض، إذا واحد وقع، إذا واحد خربط، أو يعني صار حادث بسيارته، إحنا ممكن إنه يعني فوق 70 نضيف 2 3 5 إلى 10. مشكلة القبان، قبان واحد والسيارة تطلع ترجع محملة تقبن وبعدين ترجع فارغة تقبن. نعم. وقت ما بالإمكان تكون قبانين بالتعاون مع وزارة التجارة؟ والله احنا عندنا قبانين بس العدد الموظفين ضعيف. عندنا قبانين بس احنا كلهم يعني مو بالاستطاعة، الان الدوائر كلها قاعدة باستطاعة. نعم. محافظة صلاح الدين. نعم. ينسب لكم 4 موظفين جدد، المختبر والله ذول اختبار اختصاص، بس القبان اي واحد ممكن يقدر يوزن عليه. استاذ العزيز احنا دائما نطلب، هسه انا اطلب من سايلو الشرقاط تعزيز كادر. ايش معنى سايل الشرقاط؟ اللي عنده يعني مثل ما عنده مثل ذمه، ما عنده يعني مكان، وعندنا احنا محتاجين ممكن اسحبه كاستخدام يمي الى فرع صلاح الدين وينسبوا لي اياه. حتى من بغداد عندنا موفدين يجون يشتغلون هنا بقسم الحاسبه بالحسابات بالتدقيق حتى بالميزان ايضا. صورنا يعني اللي وجدناهم على اليابان اثنين شخصين. نعم، من الصبح للظهر اثنين ويجون الباقي من المساء اثنين يعني حتى في سبيل انه يعني من يعني 24 ساعة يكون شغالين. نعم، وجدناهم بس اثنين، وجدنا بالمختبر 5. يعني معقولة يعني المختبر وقبان كل المجموعة الافراد اللي عليها 9 اشخاص؟ زحمة ترى على الفلاح وتأخير وقت. احنا عندنا 5، قالوا لنا احنا 5. لا احنا 6 اهل المختبر فاحصين، واثنين ارقام سريه، واثنين على الشهايد موجودين، بس كتحاليل يعني 4 مع الساحب قليل، يعني يكفون انه على 70 واكثر. طيب اليوم كثر اللغط كثير من السواق، يقول لك هنالك عمليات بيع للسرع ويتبناها السايلو، تنطي 10 اوراق انت تطب اليوم بيوم، ما تنطي 10 اوراق وبالحرف الواحد قالوا هذا السايلو خاص للتجار، الفلاح ما له حصه. والله احنا بوبنا مفتوحه لاي شكوى لاي شيء، احنا يعني ما جانا واحد اشتكى بهذا الشان، او يعني نسمع هواي نطلع عليهم، انا دائما من الاستعلامات الى اخر نقطه على التفريق على هذا، اسال الفلاح واسال السائق مرتاح شلون التعامل وياك، يعني هذا ما يعني بابنا مفتوح لاي واحد يتعرض لهذا الابتزاز. يعني اذا ماكو يعني رشاوي، شغله رشاوي الفعل هذا من اذا يشوف الناس الطوب يقول لك اني ابى جاي واقف 17 يوم واني محمل لي 20 و25 طن، يجيني واحد نفسي. استاذ العزيز احنا من يوم 13/5 فتحنا اول 4 ايام
اول اربع ايام يا جماعه صار 14 اصفر الواجهه كلها قدام السائلو. شلون نعترض ابتزاز؟ يعني 17 يقول 17 وواحد يقول 17 قلت له مو سائل صار 14 ومفتح. يعني شوف انت بعينك شفتها او انت سالتهم وحتى متجولنا وياك حتى انه انت براحتك يعني وماخذ اي نعم 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 وشفتها انت وافتريت على كل الاقسام بمفردك. والله اكيد طبعا هذه حقيقه. يعني الله. بالمناسبه هنا الاستاذ عبد الوهاب قال اخذ راحتك، ما راح يمشي وياك ولا موظف، تروح على المختبر، تروح على القبان، تروح على السواق، التقي بالفلاحين، اخذ راحتك، حتى ما احد رافقنا من القبان. استاذ اليوم اذا نخلص من هاي الكلام كله شنو اللي نحتاج حتى خلال اسبوع الاسبوع القادم هاي كلها تصفي وكلها تطب وكلها ناخذ لاخر حبايه موجوده موجوده. احنا ان شاء الله كرسنا عملنا راح نزود من الاسبوع القادم، راح نفتح ساحات كبار حتى نستوعب اكثر من 70 واكثر من 80 وهي حتى لو 400 سياره على سحب 70 ما تطولها اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا استاذ عبد الوهاب عدنان مدير صومعه او ما معروف سايلو تكريت. سايلو تكريت. شكرا جزيلا. حقيقه هي بنهايه جولتنا هي دعوه لوزاره التجاره. اليوم وزاره التجاره يعني قله الكوادر بكل السايلوات سامره، واكو مشكله اخرى انه دور محافظه صلاح الدين من هذه وين؟ دور إدارة محافظة صلاح الدين نتمنى أن يكون دور فعلي في إدارة محافظة صلاح الدين وتعزيز. إحنا أكثر دوائرنا اليوم يعني حضرة الجوال ومعطلة، تعزيز الموظفين يعني ممكن ببساطة جدا أنه تحول تستخدمون الموظفين من القريبين من الدوائر القريبة. أبسط مثال هي دائرة الزراعة اللي هي متخمة بالموظفين تتحول لوزارة التجارة حتى إذا حل مؤقت لحين ما ينتهي تسليم استلام مادة الحنطة. إلى حلقات أخرى مع فريق العمل وتحياتي أنا محمد السامرائي، في أمان الله.